صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من البلدي يوكل مع نونا على شبكه قناه BNC، والاخص BNC فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده ان شاء الله زي ما نوهنا في حلقه امبارح ان احنا النهارده عندنا يعني حلقه بوصفات فراخ، 4 وصفات فراخ ان شاء الله. بس الفراخ النهارده عندنا مش سليمه، الفراخ عندنا النهارده مفرومه، هنعمل بيها 4 اصناف علشان نرضي كل الاذواق سواء اطفال او كبار. عندنا ايه ان شاء الله باذن الله؟ هنبدا بناجتس الفراخ، وده طبعا ما فيش حد من اطفالنا او احنا الكبار كمان ما بنحبهوش. هنعمل كمان كفته الفراخ، هنعمل برجر الفراخ، وهنعمل حواوشي الفراخ. عايزه فيليه او وراك ايا كان ايه هي، هتبداي ان انت تشيلي من عليها الجلد، تبداي تفرميها، تبداي بس تتفرم ناعم علشان تدينا خليط مميز كده، وخليط ناعم ما يبقاش فيه اي جلد او فيه اي شاغل. طيب هنبدا ان احنا نشكلهم ونشوف. ممكن ان انت تفرزي وممكن ان انت تشتغلي على طول، بس انا النهارده هنبدا ان احنا نشتغل على طول، وهنعمل كمان من كل صنف عندنا طبق نفرزه ونشوف يتفرز ازاي علشان يبقى عندك حاجه كده للوقت اللي هو وقت الزنقه، ان انت جايه من الشغل مثلا ما عندكيش وقت تعملي، تروحي مطلعه على طول طبق من الفريزر، تبداي ان انت على ما يفك، على ما تغيري هدومك، على ما تحطي ميه المكرونه تتسلق، يبقى عندك صنف غدا. نفس النظام بالنسبه للعشاء، نفس النظام بالنسبه لو جالك ضيوف غفله، كل ده انت بتبقي محضراه وشايلاه في الفريزر، تسحبي وتشتغلي منه. طيب قبل ما نبدا اي حاجه ونبدا حلقتنا، عايزه افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 0900 9710، من اي موبايل على 1710. في انتظار مكالماتكم بتسعدنا دايما ان شاء الله. ونصبح على حمدي ونقول له صباح الفل يا حمدي. الحمد لله على السلامه، بقالك كتير مش معايا، الحمد لله على السلامه، نورت مكانك من تاني. عايزه نبدا بالناجتس، هننزل المقادير بتاعته ونمشي معاه خطوه خطوه علشان يطلع مظبوط ويطلع زي ما احنا ما بنجيبه من بره. هننزل مقادير الناجتس يا حمدي، وهستاذنك نسيبه شويه كده على الشاشه عشان حبايبنا يصوروه ويكتبوه. مقاديرنا بتقول ايه في الناجتس؟ بسم الله. هتنزل معانا حالا على الشاشه دلوقتي علشان حبايبنا يصوروها وتبقى محفوظه عندهم، وقت ما يستخدموها او وقت ما يعوزوها يطلعوها على طول. مقادير الناجتس بتقول ان احنا معانا ايه؟ صدور فراخ مفرومه، وانا مش محدده ايه الكميه، علشان يعني على حسب ما انتوا عايزين. هتفرزوا ممكن تزودوا، هتشتغلوا بيها على طول، خلوا الكميه اللي انتوا عايزينها على قد عدد افراد الاسره. عندي ايه كمان؟ هنحط على صدور الفراخ 3 معالق كبار من النشا، معلقه كبيره من الخل، معايا معلقه كبيره توم باودر، معلقه كبيره بصل باودر، معلقه صغيره زنجبيل باودر، بهارات فراخ وملح وفلفل اسود. دي التوابل بتاعتنا، وهتلاحظوا ان التوابل كلها بودر، لسبب ان انا مش عايزه حاجه تبقى ظاهره في الخليط بتاعنا علشان ما يبقاش واحنا بنقلي طالع من ال من ال من الفراخ نفسها. طيب هنغلف بايه؟ عندنا طبقتين تغليف او كذا طبقه تغليف، بمعنى ايه؟ عندي حليب وبيض هنحطهم الاول مع بعض، ورشه ملح وفلفل اسود. دي اول حاجه، بس هي مش اول حاجه، لا هي اول حاجه عند البقسماط، يبقى احنا هنمشيها كده يا حمدي. بص كده، ادي الاول، التاني، التالت، الرابع، بيض وحليب ومعاهم رشه ملح وفلفل اسود. لو البقسماط ده اللي هو البقسماط المتبل اللي احنا بنجيبه جاهز، يبقى مش هنحط الملح، هنحط فلفل اسود بس، هنحط في بيض وحليب وارجع للبقسماط، وبعد البقسماط ارجع لبيض وحليب تاني، واروح حاطه في الكريسبي اللي انتوا شايفينه ده عشان يطلع زي الناجتس اللي بنجيبه من بره بالظبط. طيب عايزه تحطي كل مكوناتك في الكبه وتعمليها كلها مره واحده وتبقى عجينه واحده، ماشي، ما فيهاش اي مشكله. طيب بنوصل لمرحله الخلط مع بعضها، وبنرجع المرحله الثانيه. اول مرحله الاول اهي، بسم الله، ادي الفراخ المفرومه، وتكون مفرومه ناعمه جدا. بصوا الخليط عامل ازاي، بصي يا حمدي معايا، بصوا ناعم ازاي، مش مكتل ولا اي حاجه. الفرارج اللي عندك مش هيفرمه وما عندوش موضوع الفرم ده، ما فيهاش اي مشكله. هنعمل ايه؟ هنفرمه في الكبه عندنا ونديله كذا وش. يعني ايه كذا وش؟ يعني نديله كذا فرمه. بسم الله. بحط كل التوابل بتاعتنا وكل المكونات اللي قلناها، وهزود عليها ملح وفلفل اسود. بس عايزه اقول لكم على حاجه، ان احنا لما نيجي نحط الفلفل الاسود نحط حاجات بسيطه قوي، ليه حاجات بسيطه قوي، علشان انا مش عايزه اللحمه نفسها تغمق، مش عايزه اللحمه نفسها تغمق، عايزاها لونها يكون فاتح كده، ولادي يجوا ياكلوها من جوه او انا اجي اكلها اقطم القطمه كده الاقيها من جوه فاتحه، ما الاقيهاش غامقه. فهو يا دوب اهو رشه بسيطه كده من الفلفل الاسود، وابدا بعد كده اخلط ده كله مع بعضه علشان يديني عجينه واحده. وارجع واقول عايزه تحطيها في الكبه وتخلطي كله مع بعضه مره واحده عشان كله يبقى عجينه واحده ما فيهاش اي مشكله. بالشكل ده كده اهو علشان التوابل كلها تتشرب. وخلوا بالكم ان انا الثوم البودر والبصل البودر حطاهم علشان يدوا تطعيمه ويدوا نكهه حلوه، لكن ما ينفعش احط ثوم واحط بصل وافرمهم في الكبه، لا ما ينفعش الكلام ده. التتبيله عايزه اقول لكم ريحتها هايله مع بهارات الفراخ، ويا سلام بقى لو بهارات الفراخ اللي احنا عاملينها بايدينا هتبقى في منتهى الجمال. بصوا عجنت كده كله كويس بالشكل ده. بصوا انا بمشي ازاي، بلم كله مع بعضه كده بالشكل ده. بقت عندي عجينه اهي سهله التشكيل. بصوا ومتماسكه. كان حد هيقول لي مثلا نونا هو الخل اللي احنا هنحطه في التتبيله دوت او على الفراخ مش هيخليها مسيله وتبدا ان هي محتاجين ان احنا نحط لها حبه بقسماط عشان تمسك؟ لا، هيديها سنه مزازه، وهيديها لو الفراخ عندنا فيها 0.5% ان هي مزفره هيمنع ريحه الزفاره، بس اكيد طبعا هي مش تبقى زفره. بصوا المنظر عامل ازاي. طيب اول خطوه كده معايا خلصت، ناقص التغليف. بس قبل التغليف احنا عندنا التشكيل، مش عايزين ننسى حاجه زي كده. هشكل بايه؟ اسهل طريقه للتشكيل ان احنا نشكل على اكياس ثلاجه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا هجيب القطاعات اللي احنا بنعملها. يعني ايه قطاعات؟ يعني اللي هي الاستنباط الاشكال. طبعا الناجتس احنا عشان ولادنا يبقوا حابين ان هم ياكلوه ويلفت انتباههم بنحاول نجيب الاشكال اللي هي تعلم معاهم، زي الناجتس الجاهز من بره بالظبط. انت لو عملتيه وولادك ما شافوش انت بتعملي ايه وجيتي طلعتيه من علبه كده بلاستيك انت حافظاه فيها او حاجه وقالتيه قدامهم، عمرهم ما هيحطوا في دماغهم ان الناجتس ده انت اللي عاملاه. لا، هيحطوا في دماغهم ان انت جايباه جاهز وهتقليه قدامهم مع حبه بطاطس محمرين مع كاتشب ومايونيز. بقى عندهم الاكل في منتهى الجمال. بصوا كده عملت ايه. حطيت كيس ثلاجه من تحت وكيس ثلاجه من فوق، وهبدا ان انا اهو امشيها سمك واحد. بص الزياده اللي تطلع ما فيهاش اي مشكله اهي. مش عايزه السمك ولا يبقى رفيع ولا يبقى عريض. ليه؟ بصوا لا كده بالنسبه لي رفيع، هعمل كده تاني ما فيهاش اي مشكله اهي. عايزه السمك يكون متوسط، ما افردهاش قوي علشان ما تبقاش رفيعه. نونا طب وفيها ايه لما افردها وتكون رفيعه؟ ما انا لسه عندي طبقات تغليف هتتحط. اه ماشي ما فيهاش اي مشكله، انا عارفه ان في طبقات تغليف هتتحط، بس برده مش عايزه السمك بتاعها يكون رفيع. طب عايزه انشبها غير دي عشان هي منها تقيله. طب بقول لكم ايه، تعالوا اقول لكم على حاجه بالظبط. الجيش قال لك ايه؟ اتصرف. هنعمل كده. ما عنديش نشابه وما بحبش المعجنات وما بشتغلش بالمعجنات. هعمل ايه يا نونا؟ ما فيهاش اي مشكله، هعمل كده واروح حاطه كيس الثلاجه. عندي البقره بتاعت الاسترتش، عندي كوبايه، عندي ازازه، اللي موجود عندك اعمليه. وهعمل كده اهي. لسه هنقعد ندور. نعم يا باشا، احنا عندنا ما فيش حاجه بتقف. بصوا كده، يعني ما بنقفش على حاجه يا جماعه والله. عندنا في البيت ممكن ستات البيوت اصلا يعني يشتغلوا باي حاجه. بقول لك ممكن يشتغلوا بازازه الميه اللي هي دي، يعملوا بيها اللي هي كوبايه الشوب بتاعت العصير يعملوا بيها. فرضا انا ما بحبش معجنات وما بشتغلش في العجين، هبدا ان انا اعمل ايه؟ هنزل اشتري نشابه مخصوص عشان اعمل بيها ناجتس؟ مفيش الكلام ده. اهو السمك ده كده كويس وهو ده اللي انا عايزاه. بصوا بقى هعمل ايه. هشيل كده واروح جايبه القطاعات الاشكال اللي انتوا عايزينها، ايا كان الشكل اللي انتوا عايزينه. عندنا شكل قلب، عندنا شكل مدور زجزاج كده، عندنا شكل نجمه، على حسب ما انتوا عايزينه. هعمل كده، شايفين بعمل ايه؟ بالشكل ده كده تمام. واروح جايبه كده شايله الزيادات وابدا ان انا اعملها من تاني. ممكن طبعا، بس هي مش مستاهله. حمدي بيقول لي حمدي بيقول لي هل ينفع ان احنا نغطس القطاعه ديت في دقيق او حاجه علشان ما تلزقش في الفراخ؟ اه طبعا ينفع، بس هي مش مستاهله زي ما انت شايف كده. بصوا انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان احنا ممكن نعمل العجينه كلها على الرخامه كده اهي بالشكل ده كده، الشكل اللي انتوا عايزينه. بنشيل الزيادات وبنبدا ان احنا نجمعها تاني علشان نعمل شكل مختلف تاني من الناجتس. طيب المفروض ان احنا بناخد الشكل ده كده اللي احنا عملناه وبنحطه في طبق وبنحطه في التلاجة يشد شوية قبل التغليف. ليه؟ علشان يديني نتيجة حلوة، يعني تبقى قطعة الفراخ بدل ما هي طرية طبعا كده مطرح العجن واللي احنا عملناه، لا تشد شوية وتبقى ماسكة شوية واحنا بنشتغل بيها. طيب ده أول حاجة كده معانا. تعالوا نبدأ إن احنا ناخد العجينة بتاعتنا كده ونشكلها تاني. ونكلم مين يا رغدة؟ طيب حاولي تكلمينا مرة تانية. بصوا كده، ادي جزء من العجينه. نونا انا ولا عندي ده ولا عندي كاس ثلاجه ولا عندي اي حاجه خالص، وعايزه اعمل الناجتس اللي انت عملتيه. طيب ماشي، همسك كده، هو مش زيت هو دقيق. بصوا كده عايزه رشه دقيق يا شباب. انا بديكوا كل الاختيارات وكل البدايل اللي موجوده عندكم في البيت، كل الاختيارات والبدايل اللي موجوده عندكم في البيت. انا دلوقتي ما عنديش نشابه وما عنديش كيس ثلاجه، او الكاس اللي عندي مثلا على قد هعمل فيهم حاجه، وما عنديش ان انا افتح الكيس وابدا ان انا اعمل كده. اعمل ايه؟ رشه دقيق على راس رخامه المطبخ، وتبداي تاخدي الكميه كلها بالشكل ده كده وتفرديها بايديكي. مش محتاجه ولا نشابه ولا اي حاجه. انا بحاول اسهل عليكم الدنيا، ربنا يسهل علينا وعليكم الدنيا يا رب وامورنا كلها. بحاول ابطط بقى العجينه كلها وابدا ان انا اقطعها. طيب حاجه تانية خلوني معاكم للاخر، ما عنديش القطعات دي وعايزه اعمل شكل مثلا مدور، اصغر كوبايه عندك لو غطبت رمان. بصي وصلت لايه، بصي وصلت لايه. اي حاجه عندي، كوبايه، غطبت رمان، ايا كان اللي موجود شكلي بيه. مش شرط ان انت برضو تنزلي تجيبي قطاعات، فانا بحاول بقدر الامكان اديكي بدايل علشان تطلعي الشكل او الصنف اللي احنا عايزينه من غير ما تبداي ان انت تصرفي كتير. طيب اهو حطينا كده، عملنا الدقيق كده اهو في الارضيه، وبدات ان انا افرد بالشكل ده كده. وزي ما مونتي قال، ايديا طبعا عشان القلافز وعشان ما تلزقش في ايديا، اعمل ايه؟ ممكن ان انا ادهن زيت، بس ما ادهنش الترابيزه ولا الرخامه، لا انا هدهن ايدي كده علشان اعمل كده. انا عارفه والله. بصوا كده بيسهل عليا كمان الفرد، دهنه الزيت اللي انا دهنتها بتسهل عليا الفرد. السمك بقى اللي انت عايزاه. يبقى احنا كده فردنا من غير نشابه ومن غير كيس ثلاجه ومن غير حاجه خالص بالشكل ده كده. عشان برضه ابقى معاكم للاخر، عايزه كوبايه قهوه صغيره. انا معاكم للاخر، ان بصوا اي حاجه موجوده عندنا في البيت هنشكل بيها. ما عنديش قطاعات هقطع بكوبايه، ما عنديش نشابه ولا اكياس ثلاجه فردت على رخامه المطبخ ودهنت ايديا بالشكل ده زيت وبدات ان انا افرد اهو عشان اقطع. غطا ازازه، غطا بطرمان، ايا كان اللي موجود عندنا. بسم الله. بصوا كده ادي كوبايه صغيره. بعمل ايه بقى كده؟ بروح منزلاها في الدقيق. ليه؟ علشان نعم بتطلع. بصوا بروح عامله كده، شايفين كده كده، بروح عامله كده الشكل اللي انتوا عايزينه او الحجم اللي انتوا عايزينه. يبقى انا كده عملت برضو ناجتس بحاجه موجوده في البيت وما جبتش حاجات من بره ولا قطاعات ولا الكلام ده كله خالص. اهو بحاول معاكم اهو، ماشيه معاكم واحده واحده علشان نعمل حاجات من البيت وما تكلفيش نفسك كتير. بسم الله. انا بالنسبه لي وانتوا عارفين عني الكلام ده، انا مش شرط ان انا اطلع اعمل صنف وبس، لا لازم اديكم اختيارات وحلول كتير. بصوا بطلع كده الزيادات تتعجن مع بعضها تاني علشان ابدا ان انا اشكل من جديد بالشكل ده. بقى عندي اهو الناجتس مدور. طيب هعمل ايه؟ هجيب بلانشة كده مثلا اهي وابدا ان انا اعمل كده. بصوا بيطلع بسهوله ازاي علشان الدقيق اللي انا حطيته في الارضيه بتاعه المطبخ. واعمل ايه؟ اروح حطاه في الفريزر 10 دقايق او في التلاجة لو انت عندك وقت، يعني تعتبر ربع ساعه او تلت ساعه او ازيد، يشد معايا شويه قبل ما ابدا ان انا احطه في التغليف. اهو عينيا الاتنين حاضر. ايديا كلها دقيق. بصوا كده ادي رشه الدقيق اهي مطرح اللي احنا خدناها مع الاولاني، واروح عامله كده وابدا ان انا افرد. وما انساش دهنه ايدي بالزيت اللي هتنعم لي الوش بتاع الخليط بالشكل ده كده. يبقى احنا عملنا ناجتس يا دوب فرمنا الفراخ. في على فكره فراجيه كتير ممكن ان انتوا تفرموا عندهم الفراخ وبيطلعوها مفرومه في اماكن من السوبر ماركت الكبيره، بتبقى بتبيع الفراخ اللي هي المفرومه، برده ممكن انت تجيبيها منهم وتوفري على نفسك موضوع الكبه. طيب جبت صدور الفراخ او جبت الوراك وتكون مخليه مفيش فيها عظم ولا اي حاجه، بدات ان انا افرمها في الكبه عندي، رحت متبله بعد كده بالتوابل، وبعد كده رحت عامله بالقطاعات ايا كان، او عندي كوبايه، عندي غطا بطرمان، غطا ازازه، ايا كان اللي موجود عندك. عملتهم حطيتهم على صينيه او على صاج وحطيتهم في الفريزر او في التلاجة يشدوا شويه، رجعت بعد كده رحت مطلعاهم عملتهم في طبقه التغليف. عندي وقت، خلوا بالكم اللي انا بقوله، عندي وقت ممكن ان انا احطها في الفريزر شويه كمان تشد معايا وهي بطبقه التغليف قبل القليه كده. يبقى انا ضمنت ناجتس هايل. طيب عشان افرز ممكن ان انا اعمل في طبقه التغليف واروح حاطه في الاطباق اللي هي الفوم اللي هي البيضه اللي هي الفل، واروح رصاهم، وبين كل طبقه وطبقه افتح كيس ثلاجه، اجي بعد كده اطلع الزيت يبقى درجه الحراره بتاعته متوسطه علشان يستوي معايا كويس من الفريزر للزيت، ما سيبهوش يفك بره، وهيطلع معاكي احلى ناجتس في الدنيا. طبعا احنا عاملين نسخه، والنسخه بتاعتنا محطوطه في الفريزر بطبقه التغليف عشان اوريكي لما تتحط هتبقى عامله ازاي في القليه، وتتحط وهي مجمده ما تستنيش ان هي تفك. تعالوا نطلع فاصل، في الفاصل هعمل ايه؟ هكمل بقيه القطعه اللي انا لسه عاملاها دي وهحطها في الفريزر تشد شويه قبل ما اعملها في طبقه التغليف، ونرجع نعملها في طبقه التغليف وارجع اشيلها لكم تاني لاخر الحلقه تكون المراحل كلها مشيت معايا عشان تبقي ماشيه معايا واحده واحده. اي سؤال عندكم عن الناجتس او اي سؤال عندكم عن حاجه انا لسه بعملها تقدروا تتصلوا بيا وتسالوني عليها علشان نجاوب عليها في الحلقه. اي حاجه تخطر على بالكم. طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع من الفاصل نشوف مراحل الناجتس بتاعتنا عامله ازاي، ونشوف هنعمل كفته الفراخ وعندنا ايه كمان. كل ده بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في اي حته مستنيين. رجعنا من الفاصل، حطينا الناجتس في الفريزر علشان يشد معانا شويه، وقلت لكم هنحضر مع بعض مراحل العمايل بتاعته كلها. مش معنى ان انا عملته قدامكم خلاص نحطه ارجعه لكم تاني متغلف، يلا بينا نقلي، او مجرد ما عجنته قدامكم شكلته يلا بينا نقلي. انا ما بحبش كده بصراحه. الموضوع بالنسبه لي مش موضوع ان انا اعمل وصفه وخلاص، لا، لازم تمشوا معايا خطوه خطوه ومرحله مرحله علشان تعرفوا تعملوه في البيت معاكم يبقى عامل ازاي. طيب هنسيبه في الفريزر يتجمد معايا ويسد شويه قبل ما اغلفه، وتعالوا مع بعض دلوقتي نعمل كفته الفراخ. ما بتاخدش معانا وقت خالص، مجرد ما حطينا المقادير كلها على بعضها وعجناها كويس نبدا نصبع نغلف. دي بقى ممكن نقلي على طول، وممكن برضو بعد التغليف نبدا ان احنا نحطها في التلاجة تسد شويه قبل القلي. طيب حمدي هينزل لنا المقادير بتاعتها ونقول مقاديرنا بتقول ايه يا حمدي. مقاديرنا هتنزل دلوقتي حالا على الشاشه، وبتقول ان احنا معانا صدور فراخ مفرومه، وبرده مش حاطه كميه معينه علشان تبداوا ان انتوا تحطوا اللي انتوا عايزينه، سواء كميه قليله او كبيره حسب ما حضراتكم عايزين. بصله مفرومه، معلقتين كبار توم مفروم، معلقتين كبار فلفل احمر حامي مفروم، معايا بقدونس مفروم، كوبايه بقسماط مطحونه، ودي لازم علشان الفراخ تشد معايا وتمسك. معانا التوابل بتاعتنا ايه؟ توم باودر، بهارات فراخ، بابريكا، ملح وفلفل اسود. طيب نونا اشمعنى المره دي ما قلتيش ان الحاجه كلها باودر؟ انت حاطه بصل وحاطه توم وحاطه فلفل وبقدونس وكلهم سلام، عشان ده المره دي بقى بالنسبه لي عادي. مش شرط عندي ان العجينه بتاعت الفراخ نفسها تبقى ناعمه خالص، لا، انا عايزه ان هم يبقوا واضحين كده اهوت ومديين شكل كويس قوي. بصوا كده هعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اي حاجه انا عندي البصل، بصوا هو مفروم ناعم، ويفضل كمان ان هو يبقى مبشور ويتصفى من الميه بتاعته. وادي الثوم وادي الفلفل. بصوا انا هعمل ايه دلوقتي، وهحط عليهم التوابل. وادي كمان الملح والفلفل الاسود. وهدعك ده كله مع بعضه الاول. طب ليه يا نونا هتعملي كده؟ عشان انا عايزه ادعك البصل بالتوابل كلها عشان تنعم معايا، علشان تنعم معايا. بصوا كده بسم الله، شايفين؟ دعكت كده علشان تبقى البصلايه والثوم والفلفل ناعمين قوي. طب ما احنا يا نونا ممكن نحط ده كله في الكبه ونشوف ايه اخباره، ما احنا ممكن نديها عجينه واحده زي ما انت عايزه. بس انا النهارده بشتغل للناس اللي هي حتى ما عندهاش كبه. اهو انا ده عملتهم على ايديا، وادي الدعك كويس اهو ناعم معايا. جايبه الفراخ مثلا مفرومه من بره، هبدا دلوقتي اهو انزل البقدونس. خلطت كده، ابدا بقى انزل بالفراخ المفرومه. وعايزه اقول لكم على حاجه، كميه البقسماط المطحونه اللي هي الناعمه اللي هتتحط على الفراخ ما بتبقاش واحده. يعني ايه؟ يعني هوريكم دلوقتي حالا كده معنى اللي انا بقوله ايه. بصوا شكل الفراخ نفسها عامله ازاي بالتتبيله، وريحتها في منتهى الجمال. طيب نيجي دلوقتي يا نونا كده قبل حطه البقسماط. ادي البقسماط الناعم اهو، وهمسك الكفته في ايدي كده واعمل كده. بصوا كده هبدا ان انا اعمل كده. بصي يا حمدي معايا، بصوا كده، شايفين اهو لميتها تاني، وارجع اعمل كده. بصوا بصوا، لا انا حاساها ناعمه. طب يا نونا هي قوامها كده حلو؟ اه حلو، بس ممكن ان انا اديها معلقتين بقسماط ولا 3 كده تخلي القوام ماسك شويه كمان. عشان كده كوبايه البقسماط اللي انا حطاها دي مش شرط ان انا احطها كلها. معانا مين يا رغده؟ ونصبح على ام محمد ونقول لها صباح الهنا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. حضرتك عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازيك؟ انا بخير. طول ما حضرتك بخير تسلمي لي. عامله ايه؟ انا بخير يا حبيبتي الله يسعد قلبك. تسلمي حبيبتي. انا اول مره اتصل بيكي وان شاء الله مش اخر مره. تنوريني على طول باتصال حضرتك. الله يخليكي. الله يسعدك. إيه؟ انا بخير يا حبيبتي ما تحرمش منك ابدا. تسلمي. كل يوم بتفرج عليكي يا حبيبتي. ما تحرمش منك يا رب ولا من متابعتك. تسلمي. فصلت؟ طب ما قالتش عايزه ايه؟ صباحها هنا وسعاده يا رب. بصوا كده هعمل ايه. خدت حبه من الزيت وهبدا ان انا اجيب طبق وهبن ايدي زيت وابدا ان انا اصبع الكفته. بصوا كده الاول قبل ما احط مدهنها زيت. بصوا الاول كانت طريه وبحس ان انا وانا بغلفها كده او انا بصبحها مش ماسكه نفسها. بصوا كده انا مجرد ما بلفها كده بايد واحده اهي بصوا اتشكلت. ده بقى فايده حبه البقسماط اللي انا حطيتها. طيب انا حطيت 2 3 معلقة من الكوبايه. وممكن لو البصلايه عندي شاربه ميه كتير او الكفته مغسوله او الفراخ مغسوله وشاربه ميه هتاخد اكتر من 3 معالق. طيب هي كده مسكت معايا. طب انا لو حطيت زياده ازيد ما هي محتاجه هتعمل ايه؟ هتنشف وتيجي تعمليها كده اهو مش هتلاقيها طريه في ايديك هتلاقيها بتشقق. فخلوا بالكم قوي من حته ان احنا بنحط البقسماط قد ايه. بصوا كده يعني انا دلوقتي لما اصبع اهو متشكله معايا بكل سهوله وماسكه نفسها وما فيهاش اي مشكله. شايفين المنظر اهي بالشكل ده كده. يعني هي كمان ما شاء الله عليها عشان متماسكه وتمام وزي الفل وكميه البقسماط مظبوطه. انا كمان مش محتاجه حبه الزيت اللي هيتحط. يعني حبه الزيت مش هتحطه في الكفته لا هيتحطوا على ايدي. مش محتاجه ان انا ادهن ايدي زيت واصبع بيها لا كله ماشي معايا تمام وزي الفل. طيب ناخد مين يا رغده؟ وناخد سهنده ونقول لها صباح الهنا. صباح النور. صباح الجمال على عيونك. عامله ايه؟ الحمد لله. يا رب تكوني بخير دايما. اموريني. هو انا كنت عايزه اسال حضرتك على الحله اللي هي بديله الفرن بتتحط على البوتاجاز. انا عايزه اجيبها منين؟ حاضر. انت عندك صفحتي مش كده؟ عندي ايه؟ الصفحه بتاعتي موجوده عندك؟ ده خساره. طيب عموما ادخلي على صفحتي اللي هي شيف نونا عربي وانجليزي واكتبي في المسجات بتاعتها او الرسائل بتاعتها عايزه رقم الحله وانا هحط لك الرقم بتاع صاحبه الحله اللي انا جايباها من عندها. عينيا الاثنين. حاضر. بصوا كده انا دلوقتي رحت بله ايدي دهنه زيت خفيفه علشان انا عايزه بصراحه الكفته تبقى ناعمه اكتر. يعني ايه ناعمه؟ هوريكم دلوقتي. ده صباع اتعمل بزيت وهوريكم صباع ما اتعملش بزيت. بص كده يا حمدي انا عايزه مشاهدينا يشوفوا الفرق بعينيهم. ده معمول بزيت وده لا. شايف المنظر ده والمنظر ده؟ ده تحسوا ان الفلفل والبقدونس والحاجه اللي محطوطه ميه واحده. بصوا فيها نعومه لكن بصوا دي تحسوا ان هي مخشنه. بصوا الفلفل قابب اهو بقدونس قابب مش واخد العجينه ان هي تبقى ناعمه وملمس واحد. عشان كده بقول دهنه الزيت دي مش ان هي تساعدني ان انا اصبع لا هي بتساعدني ان العجينه كلها او صباع الكفته كله يبقى ميه واحده. اهو يا دوب دهنه بس خفيفه كده لايديا وادهن بيها الكفته بالشكل ده. طيب تعالوا نطلع فاصل. هعمل ايه في الفاصل معايا يا حمدي ولا نستنى؟ لا انا عايزه اطلع فاصل عشان اصبعها. طيب هطلع هعمل ايه في الفاصل او انا عايزه اطلع فاصل ليه؟ عايزه اطلع فاصل عشان اصبحها اسرع. اكيد مش هتقعدوا معايا الوقت كله وانا بصبحها. هصبحها وهبدا ان انا اغلف جزء منها على ما ترجعوا لي نغلف الباقي. بنحط في البيض ايه؟ خلوا بالكم البقسماط ده متبل جاهز متبل جاهز فالحياء بتاعه عالي قوي مش محتاج ان هو يتحط له ملح خالص. فكل اللي هعمله انا هحط رشه فلفل اسود بس علشان الزفاره بتاعه البيض وهرب البيض بيها وانزل بعد كده في الكفته بيها في البيض وارجع في البقسماط والزيت عندي يكون سخن ونقلي. واهم حاجه في القليه هنعرفها لما نرجع عشان الصباع بتاعنا يطلع مش فاكك يطلع ممتاز يطلع مستوي. هنعرف كل ده بعد الفاصل. اوعى تروحوا في اي حته. مستنيين. ورجعنا من الفاصل صبعنا الكفته وغلفناها بالشكل ده كده. تمام. وفاضل بس الزيت يتقدح شويه كمان. بصوا انا بختبر الزيت ازاي، باخد شويه من الدقيق او البقسماط اللي انا بتبل بيه وبعمل كده يعني دقيقتين. تمام. طيب تعالوا دلوقتي نشوف ايه هنعمل الحواوشي وبعدها على طول البرجر، وبعد ما نعمل الاثنين مع بعض هنرجع من الفاصل ابدا ان انا اوريكم تغليف الناجتس ونقليه. يعني انا عايزه النسخه بتاعت الناجتس اللي هي متغلفه موجوده علشان نرجع نعمل. يلا يا حمدي يلا بينا ننزل نسخه ايه، ننزل مقادير ايه، ننزل البرجر الحواوشي. بصوا كده معايا بصل، وعلى ما نكتب مقادير الحواوشي البصل اللي معايا ده انا هعصره كويس قوي جدا بالشكل ده. حتى لو انتوا عصرينه وسايبينه قبل ما تحطوه على الفراخ على طول لازم يتعصر تاني. ليه؟ علشان البصل احنا عارفين ان هو بيجيب ميه. طيب مقاديرنا بتقول ايه يا رغده في الحواوشي بتاع الفراخ؟ معايا صدور فراخ مفرومه، ومعايا كمان بصلتين مفرومين ومعصورين كويس جدا، فلفل احمر حامي، وشويه من الزيت اللي هو بره مش في المقادير، وبهارات فراخ وملح وفلفل اسود. شايفين البساطه بتاعت المقادير؟ شايفين بساطه التوابل؟ مش حاطه توابل كتير، بهارات فراخ وفلفل، وادي فلفل اسود اهو، وادي حبه من الملح. وطبعا هندعك ده كله كده مع بعضه الاول خالص قبل ما نحط الفراخ. الموضوع مش موضوع توابل كتير، لا انا عايزه احس بطعم الفراخ، ويدوب تابل ولا اتنين ولا تلاته بالكتير قوي اللي احطهم. طيب انا حطيت ايه؟ بهارات فراخ وملح وفلفل اسود، اكتر من كده مش عايزه، مع البصل والفلفل. شايفين الشكل عامل ازاي؟ تمام وزي الفل. اعمل ايه؟ اعمل كده، نزلت بالفراخ بالشكل ده. عندي العيش اللي هو بتاع الحواوشي سواء صغير او كبير، تمام وزي الفل. طيب هعمل ايه؟ بصوا كده دعكت ده تمام اهو بالشكل ده كده، العجينه كلها بقت تمام اهي وزي الفل. عندي العيش بتاع الحواوشي، هعمل ايه؟ كل اللي انا محتاجاه هفتح دلوقتي الرغيفه وابدا ان انا احط فيها الفراخ اللي احنا عايزينها. تعالوا معايا، الزيت هنا اتقدح ومش عايزاه يتقدح قوي. بصوا كده صباع الكفته اللي احنا عملناه مجرد ما ينزل الزيت انا مش عايزاه يتحرك. بسم الله، بص معايا يا حمد، بسم الله، ينزل الزيت ما يتحركش، ما تجيش جنبه، انا مش عايزاك تقلبيه. طب هيتحرق؟ لا مش هيتحرق. طب اقلبه علشان ياخد اللون من جميع النواحي، هو هياخد اللون من جميع النواحي وما تمديش ايديك عليه، انا عايزاك تسيبيه زي ما هو كده. طب اديله حتى تقليبه اول ما ينزل، لا مش عايزاك تعملي كده. ليه؟ ما انت عشان تقولي الحاجه يا نونا قولي السبب بتاعها. عينيا الاثنين حاضر. ليه بعمل كده؟ علشان طبقه التغليف اللي بره دي تفضل زي ما هي، ياخد اللون الذهبي اللي انا حباه، تطلع مقرمشه مش شاربه زيت. ايديا بقى كلتني كده ان انا امسك الشوكه وافضل اقلب والكلام ده كله، هتفك مني وتطلع شاربه زيت ومش هتبقى حباها، وولادك وجوزك هيقولوا لك ما تكرريهاش تاني. طب وليه؟ طيب هنسيبها على النار لحد ما تاخد اللون الذهبي وتطلع معانا. بعمل ايه الناحيه دي؟ بفتح عيش الحواوشي اهو. طبعا لو انت عايزه العيش اكبر من كده ما فيهاش مشكله، بس بصراحه انا بحب العيش اللي هو الصغير ده علشان يدوب هو الساندوتش او الرغيف، يبقى هو على قد الفرد. والله احتاج زياده وصحتين وعافيه على قلبه ياخد رغيف تاني، ما احتاجش وخلاص وشبع من الرغيف ده يبقى ما فاضش منه حاجه. ببدا ان انا افتح العيش كده بالشكل ده، وابدا ان انا اوزع عليه الفراخ. والسمك بتاعها مش عايزاه كبير، يعني ما تبقاش تخينه كده علشان تستوي معايا بسهوله. بسم الله، خدت الجزء كده اهو واعمل كده. بمشي شايفين بالشكل ده، واخلص الكميه كلها بالشكل ده. طيب بحضر ايه تاني؟ عندك طريقه من الطريقتين للتسويه، عندك طريقتين قصدي لتسويه الحواوشي. اول حاجه يا اما بتحطي جريل على النار ان هو يسخن معاكي وتدهني رغيف الحواوشي بدهنه من الزيت المتبل ملح وفلفل اسود، ويا سلام بقى لو سنه توم باودر وبصل باودر. وتدهنيه كده بره وجوه، وتبداي ان انت تحطيه على الجريل من ناحيتين. طيب دي طريقه. الطريقه الثانيه بقى بتاعت امهاتنا اللي هي تقول لك ايه، لا العيش يبقى مقرمش وفي نفس الوقت ما يقرش قوي عشان ما يوجعلناش سناننا. طيب بنعمل ايه؟ بروح ماسكه الرغيف، ماسكه ورق زبده وابل ورق الزبده ميه، ابل ورق الزبده ميه، يعني اولفه في الرغيف الاول وبعد كده اروح مدياله تبليله بسيطه واحطه في الفرن يستوي كويس جدا، بس يطلع لي رغيف الحواوشي مقرمش وطري في نفس الوقت من ورقه الزبده اللي احنا حاطينها. فعندك ده وعندك ده، والمتاح بالنسبه لك واللي انت بتحبيه اشتغلي بيه. تعالوا نبص بصه على الفراخ نشوف هل هي عايزه تتقلب ولا هنسيبها شويه كمان ومش هاجي جنبها. بصوا كده، ده بسم الله الرحمن الرحيم، الله واحد ملوش تاني، 3 4، ادي 5، ادي السادس معانا، سادس رغيف حواوشي عملناه من نص كيلو فراخ مفرومه. والكميه تمام، مش هنقول ان هي بسيطه ولا قليله ولا ضعيفه، لا ما شاء الله اهي. شايفين المنظر عامل ازاي؟ في منتهى الجمال. طيب كده عملنا الست رغيفه حواوشي اللي احنا كنا بنعمله. تعالوا نبص على الفراخ مع بعض، او كفته الفراخ اللي بتتقلي، وفي نفس الوقت نسوي الحواوشي بتاعنا بطريقتين. اول طريقه اللي هي الجريل اللي على النار، تاني طريقه اللي هي في الفرن، ونشوف التسويه دي هتبقى عامله ازاي والتسويه دي عامله ازاي. بص يا حمدي معايا كده بطرف الشوكه، وهبدا ان انا اعمل كده. شايفين اتحمرت وتمام وزي الفل معايا. درجه حراره الزيت اللي انا بعمل فيه تبقى متوسطه، ما تبقاش عاليه. ليه؟ علشان تسوي لي الفراخ، مش هنزل في النار وابدا ان انا الاقيها خدت اللون الحلو اللي انا عايزاه وتبقى النار عاليه، خدت النار اللون الحلو اللي انا عايزاه، وارجع بعد كده اقول يا ريتني ما كنت عملت كده. ليه؟ لاني الاقيها نيه من جوه. فنخلي بالنا من حاجه زي دي. طيب بصوا كده، الجريل عندي سخن، ما تقلقش. بصوا كده، وانتوا شغالين يا جماعه لازم ندخل الطاسه، الايد بتاعه الطاسه جوه علشان ما تبداش ان هي هدومنا تشنكل فيها، يحصل حاجه لا قدر الله. خلوا بالكم حد من ولادنا واقف معانا، فنخلي بالنا من حاجه زي كده. طبعا انتوا شايفين انا بعمل ايه، وهتستغربوا انا ليه شلت الطاسه من على النار. طيب الطاسه سخنت قوي، انا حتى بصوا لما باخد منها زيت كده وبعمل كده على العيش، بصوا من كتر السخونيه بتاعتها. اعمل كده بسم الله. مجرد ما يتحط على الطاسه ما ابداش ان انا اشيله، كل اللي هعمله هعمل كده. شايفين انا بعمل ايه؟ الدوسه دي علشان تاخد التضليعه بتاعه الجريل اللي انا عاملاه. ارفع الله. نعم، ما هو بقى ان احنا منتي بيقول لي كده ما ينشفش، يعني بعد ما يبرد ينشف. طبعا عشان كده بنعمل ايه، مجرد ما بيتعمل الحواوشي زي ما امهاتنا كانوا بيعملوا يا منتي، كانوا بيبقوا جايبين حله بغطا، او يبقوا جايبين مثلا حاجه كده ويروحوا مغطيينها بقماش. دي بيبقوا عاملين فيها ايه، بيبقوا حاطين فيها رغيفه الحواوشي على بعضها عشان تبدا ان هي تطرى وتحن. يعني ايه تحن؟ يعني تبدا ان هي تبقى طريه. لو امي مثلا عامله كميه بتروح عامله الموضوع ده. طيب انا مثلا اتاخرت بره او حد من الولاد اتاخر شويه وكده وعايز يجي وياكله مقرمش، طبعا واكيد عايز ياكله سخن، بيروح ماسكه يا دوب حاطه على الجريل يسخن وفي نفس الوقت يقرمش تاني. فخلوا بالكم من الموضوع ده. بص كده يا حمدي، بسم الله، الله اكبر. شايفين طالعه عامله ازاي؟ ما شاء الله عليها. ما نستعجلش عليها، ما نفضلش ان احنا نحرك فيها كتير علشان طبقه التغليف اللي على الوش دي ما تفكش، في نفس الوقت الكفته نفسها ما تفكش مننا وتطلع زي ما احنا عايزين. بسم الله. درجه الحراره بتاعت الزيت ما تبقاش عاليه، لا يبقى سخن بس تبقى درجه الحراره متوسطه علشان الكفته من جوه تستوي وما تطلعلناش نيه. عارفين ان اللحمه المفرومه ما بتاخدش وقت تسويه، فايه نخلي بالنا من حاجه زي كده. طيب باقي الكفته على النار، الناحيه الثانيه الحواوشي بنسويه اللي هو على الجريل. تعالوا نحط التانيين في الفرن ونشوف هنعمل ايه. بص كده معايا، بسم الله. بسم الله، الله اكبر. شايف؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر. طيب مش عايزاه ان هو ينشف معاكي على طول. عندي حاجه تانية كمان، ان انت بتبدأي وانت عاملاه كده بتحطي عليه غطا. يعني ايه تحطي عليه غطا؟ يعني وهو في الجريل كده ممكن تغطيه، ممكن تغطيه علشان البخار اللي يطلع في الغطا يرجع يرد تاني للحواوشي فيديكي نتيجه حلوه. بصوا كده، ادي ورقه. انا هسوي 2 كمان على الجريل وهسوي 2 بس في الفرن. عينيا الاتنين ثانيه واحده. بصي يا حمدي، بعمل كده الفرن بتاعي شغال على درجه حراره كام؟ درجه حراره 200. يا نهار ابيض يا نونا، ازاي درجه حراره 200 واحنا عايزين الحواوشي يطلع طري؟ ما هو درجه حراره 200 دي هيلسعه ويبدا ان هو ينشف معايا. لا ما هو مش هينشف معانا. ليه؟ هنعمل حاجه دلوقتي بسيطه. احنا حطيناهم كده في صاج، وهدهن الصاج نفسه زيت، بس انا هدهن الورق اللي ملفوف بيه ميه، هبله ميه علشان يبقى ان هو ما يتحرقش اولا في الفرن، ثانيا يديني نتيجه حلوه. بصوا كده اهو. طيب انا ليه دهنت الصاج زيت قبل ما احط فيه الورق؟ لان انا لو بليت الورق ميه ورجعت حطيته في الصاج لوحده هيبدا يلزق في الصاج، مش هيبقى حلو. انا كنت جايه عايزه ايه اهو. بصوا كده، بصوا يا دوب بس اهو. اكتر من كده مش عايزه. واروح حاطه في الفرن على طول على درجه حراره 200، وفي اخر الحلقه نشوف هيطلع شكله عامل ازاي. طيب بياخد وقت قد ايه يا نونا في الفرن؟ ربع ساعه، من ربع ساعه لتلت ساعه، مش اكتر من كده. ده هنا كده الحواوشي بتاعنا ده تمام وزي الفل، الله اكبر عليه. نجيب طبق التقديم. نشوف شكله من جوه عامل ازاي. مكان الطاسه وهي سخنه هبدا ان انا احط الاتنين التانيين. وخلوا بالكم مجرد ما بننزل كده نضغط عليه الضغطه اللي احنا قلنا عليها علشان ياخد الشكل اللي احنا عايزينه. الدوسه اللي احنا بنعملها دي بتخلي العلامات بتاعة الجريل بتلزق فيه. دقيقتين ونقلب الكفته معايا تمام وزي الفل. طيب حمدي قبل ما نطلع معايا، طيب تعالى ننزل مقادير البرجر عشان نخلطه مع بعض ونبدأ ان احنا نشتغل فيه في الفاصل. طيب مقادير البرجر سهله جدا وبسيطه. ده يعتبر رابع صنف معانا النهارده من الفراخ المفرومه. مقادير اسفه نسخه الناجتس يا شباب. يلا البرجر معانا على الشاشه، يبقى ده اخر صنف معانا النهارده، ونقل الناجتس واحنا شغالين علشان يطلع معانا زي الفل. طيب مقادير البرجر بتقول ايه يا رغده؟ معانا صدور فراخ مفرومه، وقلت الكميه اللي انتوا عايزينها ما فيهاش اي مشكله. انا مستخدمه النهارده نص كيلو. معانا ايه كمان؟ بصله مبشوره وهنعصرها كويس جدا عشان مش عايزه فيها سوائل. 4 فصوص ثوم مفرومين، نص كوبايه بقسماط مطحون، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، واللي عاملاها علشان يبقى البرجر هش وجميل معانا ما يبقاش مكتوم. معانا ايه كمان يا رغده؟ هي رغده مش معانا. معلقه صغيره كزبره ناشفه، ومعايا معلقه صغيره بابريكا، معلقه صغيره كمون وملح وفلفل اسود. دي المقادير بتاعه البرجر. تاني صدور فراخ، وهتلاحظوا ان انا حاطه كل حاجه بودر ما عدا البصل والثوم. طيب معانا ايه كمان يا رغده؟ معايا بصله مبشوره وهعصرها كويس جدا علشان اشتغل بيها، مش عايزه الميه بتاعتها. معايا ايه كمان؟ توم مفروم، بقسماط مطحون، وبيكنج باودر علشان تديني القرص بتاع البرجر يبقى هش، ما يبقاش ان هو مكتوم. معايا كزبره ناشفه وبابريكا وكمون وملح وفلفل اسود. دي كلها مكونات البرجر اللي هنعملها النهارده. طيب نونا، البرجر لما بيعملوه بيطلع له شكل كده مختلف، وبيبقى طالع شكله مضلع كده، بس انا مش عايزه اجيب مكبس البرجر يا نونا عشان غالي عليا. اعمل ايه؟ وعايزه نفس شكل البرجر كده علشان ولادي يبقوا حابينه وياكلوه على طول. طب يا ست الكل بصي معايا، هنبقى عندنا او عايزين جريل زي اللي حضرتك عملنا عليه الحواوشي ده علشان يبقى مضلع ويدينا نفس التضليعه اللي احنا عايزينها. طيب عايزه ايه كمان؟ ما عندكيش المكبس بتاع البرجر ما فيهاش اي مشكله، هنروح جايبين غطا بطرمان يكون على نفس حجم المكبس كده، او على نفس حجم الغطا، او اسفه على نفس حجم البرجر اللي انت عايزاه علشان يديكي نفس الشكل اللي احنا عايزينه. طاسه فيها زيت علشان الناجتس. وبعد كده هتعملي ايه؟ هنكبسه كويس قوي، والجريل بتاعنا يكون سخن قوي ومدهون زيت. مجرد ما تنزلي عليه تبداي ان انت اكيد انا مش هقف قدام الناس ادور على كده، تبداي ان انت تروحي عاملاه ويديكي نفس الشكل. الشكل ده هيطلع ازاي؟ هوريكي حالا واحنا بنشتغل. ادي الفراخ وادي كل المكونات بتاعتنا اللي احنا قلناه. البيكنج باودر ده علشان يطلع لنا هايش. بصلايه نتاكد جدا، بصوا حتى لو هي معصوره اعمل كده بالشكل ده. طب وانا ينفع يا نونا ما احطش البصل ده خالص كده واحط بداله باودر؟ اه طبعا ينفع. ممكن تحطي توابل بس، ممكن تحطي الفراخ مع التوابل وبس من غير بصل، ما فيهاش اي مشكله. بس انا مديه تطعيمه، يعني البصل مهما كان حتى لو انت هتحطي باودر مش هيديكي نفس التطعيمه بتاعه البرجر. طيب بصي كده، انا عايزاكي تعملي ايه دلوقتي هنا واحنا على الفراخ كده؟ هتحطي ايه؟ هتحطي سنه من الزيت في ايديكي علشان تبداي تشكلي بيها، علشان يديكي قوام حلو وناعم. يعني ايه ناعم؟ يعني ما فيهوش اللي هو زي ما قلنا قبل كده في الكفته ما يبقاش في حاجه طالعه منه، لا انا عايزه يكون ناعم كده اهوت وكله عجينه واحده. ادي زيت اهو، ثانيه واحده بالشكل ده كده، يا دوب تلميعه للصنف او تنعيمه للصنف. طيب محتاجه ايه؟ ده ومحتاجه ده. ايه دول يا نونا؟ ده طبق صغير اهو او غطا بطرمان عندي. كل اللي انا محتاجاه كيس تلاجة اهو، وهدهن حته الكيس التلاجة دي زيت بسيط كده، واروح ماسكه حته الفراخ كده بعد ما دعكتها كويس جدا، ما حطيناش فيها ملح طبعا بالشكل ده كده. عايزه الزيت يكون جنبينا علشان وانا بقطع. يعني ايه بقطع؟ يعني وانا بكور الكور اللي انا عايزاها كده. عايزه اجريل على النار يكون سخن، وانتوا كمان تحطوه يكون سخن علشان يبدا ان هو يديني السخونيه اللي انا عايزاها لتسويه البرجر. بصوا الزيت اللي انا بقول عليه عشان يدينا التنعيمه دي او اللمعه اللي انا عاملاها دي. شايفين انا بعمل ايه؟ بدهنه الزيت بدي تنعيمه زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده كده. طيب عايزه ايه؟ عايزه طبق نعم. يلا بينا. بصوا كده بالشكل ده. الكيس عندي مدهون زيت، ايدي مدهونه زيت علشان البرجرايه تطلع معايا ناعمه بالشكل ده كده. اهو باخد الكميه اللي انا عايزاها على قد الغطا اللي انا بعمل بيه. ولو عندك مكبس البرجر ما فيهاش اي مشكله. وكيس التلاجة اهو. انا بعمل النهارده بديكي حلول علشان لو انت ما عندكيش الحاجه موجوده. جينا عملنا الناجتس ما عندكيش نشابه عملنا بغطا ازازه او بكوبايه. ما عندكيش قطاعات عملنا بكوبايه. جينا عملنا الكفته بايدينا ما فيهاش اي مشكله في التشكيل بتاعها. ويلا بينا يا حمدي. حاضر تعالوا نطلع فاصل. تعالوا نطلع الفاصل. هنطلع في الفاصل نعمل ايه؟ هكمل بقيه البرجر. هحط جريل على النار يسخن قوي عشان نسوي عليه البرجر. وهحط كمان طاسه زيت عشان نبدا نقلي الناجتس اللي اتغلف. هوريكم اللي احنا شلناها وتغليفها ازاي. يعني هنرجع نغلف الناجتس اللي احنا قطعناه مع بعض ونرجع نقلي الاثنين مع بعض ونسوي البرجر. كل ده بعد الفاصل. اوعوا تروحوا في اي حته، مستنياكم. ورجعنا من الفاصل. مش عايزه اقول لكم في الفاصل كان بيبقى حاصل معانا ايه بصراحه. يعني ربنا يا رب يخلي الشباب بنبقى متسربعين وبنجري حوالين نفسنا علشان نطلع الحلقه زي ما انتم ما بتشوفوها في الساعه دي. لكن احنا بيبقى فيه شغل قبلها وبعدها. ربنا يا رب يخليكم ويبارك في عمركم. طيب البرجر اللي احنا عملناه وقلت لكم هكمله في الفاصل. عملت ايه؟ كل اللي انا عملته سخنت الجريل قوي ورحت حاطه فيها سنه زيت ورحت حاطاه بالشكل ده. ما بداتش ان انا اقلبه الا وانا بعمل كده. بدأ ان هو يتحرك كله معايا بكل سهولة. طيب هو كده على النار. ده الناجتس اللي احنا عاملينه. عايزة اوريكم كده حاجة منه. بصوا كده انا طلعت دول بس كده عشان اوريهم لكم. لكن همشي على طول كده علشان يكمل تحميله. تعالوا على ما البرجر يستوي وده يتعمل. بصوا كده ده الناجتس اللي احنا عملناه مع بعض. الناجتس اللي عملناه مع بعض قلت لكم هنشوف المراحل بتاعته. ادي حليب مع بيض واروح حاطه عليه رشه من الفلفل الاسود والملح. ليه هحط هنا ملح؟ عشان كده كده البقسماط عندي مش اللي هو متبل. وهبدا ان انا اغلف كده. بالشكل ده بالشكل ده كده. وهعمل ايه؟ بصوا بقى الاحسن ليكم بنعمل ايه؟ بنغلف كله في البيض وبعد كده بايديا بكون غسلت ايدي واروح مغلفه في البقسماط واروح بعد كده اغلفه في البيض كله وبعد كده اغلف في الكريسبي. بس انا هوريكم واحده علشان وقت حلقتنا. بصوا كده قطعه الناجتس بصوا مسكت نفسها ازاي بالشكل ده. طيب بعمل ايه؟ بنزل في البيض واروح طالعه من البيض نازله في البقسماط. بقت عامله كده. انزل في البيض تاني اطلع كده اروح عامله في الكريسبي. تطلع بالشكل ده. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين المنظر؟ بتخلصي الكميه كلها. انا كان ممكن ما اوريها لكوش واقول لكم ايه لا ما احنا كده عاملين منه نسخه. بس انا ما كنتش عايزه كده. لا انا كنت عايزه اوريكم شكلها لما بتتغلب بتبقى عامله ازاي. بص كده يا حمدي لما بيطلع بيبقى عامل ازاي. درجه النار متوسطه مش عاليه علشان الفراخ معايا تستوي بالشكل ده كده اهي. شايفين المنظر؟ لونه ذهبي فاتح والتشكيله بتاعته تجنن زي ما انتم شايفين كده. طيب نفضي حوالينا واحنا هنا بالمره كده نجيب ايه؟ نجيب الحواوشي اللي في الفرن عشان نرجع كمان نشيل البرجر من الطاسه. بسم الله ما شاء الله. بص معايا يا حمدي. عايزه اشيل ده كله كده. شايف شكل الحواوشي عامل ازاي؟ ده اللي احنا عملناه فيه ورق زبده وحطيناه في الفرن غير اللي احنا سويناه مع بعض. بعد كده انا عشان اشيل البرجر ده كده. نعم بصوا كده يبقى دي كده الناجتس بيتقدم جنب بطاطس محمره ويتقدم جنب كاتشب ومايونيز زي ما انتم شايفين كده. شكله طبعا بيتكلم عن نفسه بالمنظر ده كده. تعالوا قدموا بسم الله. برجر معانا تمام زي الفل. ده باقي الناجتس اللي احنا كنا عاملينه بس هما كانوا بيحمروه في المطبخ عشان الوقت بالشكل ده كده. على حسب بقى الشكل اللي انت عايزاه، على حسب اللي انت عايزاه، حسب التقطيعه اللي موجوده عندك اعملي اللي انت عايزاه. ما عندكيش تقطيعات اعملي بالكوبايه الصغيره بتاعه القهوه زي ما قلت لك. بسم الله. يلا يا حمدي. نعم بالشكل ده كده. تعملي الساندوتش زي ما انت عايزه وعلى حسب طبعا ما اولادك بيحبوا بالشكل ده كده. برجع اعمل ايه؟ بروح شايله حته البرجر بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. بصي يا حمدي الشكل عامل ازاي. نبدا نعمل. تسلمي يا رب. كده بقى عندك سندوتشات البرجر عملناها في البيت احلى وانضف كمان ما بنجيبها من بره ومن غير مكبس ومن غير اي حاجه خالص عشان تطلع لك الحاجه مظبوطه. بالشكل ده كده لا 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 ممكن نشيل. يبقى كده عملنا البرجر وعملنا الناجتس وعملنا الحواوشي. فاضل بس ثانية واحدة بسيطة. بصوا بقى معايا كده بصي يا حمدي معايا. بسم الله. عايز ده كده. بص كده يا حمدي هو المفروض ان هو يبرد طبعا بس عشان سخن. لازم يبرد بس بصوا هوريكم يعني امهاتنا كان قصدهم ايه من ان الحواوشي يبقى طري وناشف في نفس الوقت. بص كده سامع سامع معايا كلنا سامعين وفي نفس الوقت. بص طري بس الحروف بتاعته مقرمشه. ما هم كانوا زمان كده يقول لك ايه ولحد دلوقتي والله امي ربنا يديها الصحه تقول ايه ما ينفعش رغيف الحواوشي يبقى كله مقرمش كده باكل عيش ناشف ودروسي توجعني. فاه اللي بيحب المقرمش ياخد من على الحرف كده والباقي من جوه. وادي اللي احنا عملناه اهو. بصي بصي يا منتي عشان كنت بتقولي هينشف مننا. بص برضو الاطراف اللي هي الملسوعه هي اللي ناشفه، لكن من جوه بص رهيب زي ما انتم شايفين كده. تتبيلته هايله هايله. يبقى احنا عملنا ايه يا حمد النهارده؟ ليه ده احنا عاملين حلقه هايله ما شاء الله. عملنا بال2 كيلو بانيه مفروم، او بال2 كيلو فراخ مفرومه، عملنا كفته الفراخ و بسم الله الله اكبر. يعني ينفع ما اوريهملهاش من جوه؟ بصوا المنظر، شفتوا المنظر من جوه تتبيلتها عامله ازاي؟ بص شكلها عامل ازاي ما شاء الله عليها. معايا ايه كمان؟ عملنا البرجر وعملنا الناجتس. تعالى يا حوده تعالى يا حوده، بص انا جايه ازاي وانت بص من جوه. ليه؟ ادي الناجتس وريهولكم لكم من جوه. والفراخ يعني انت فيروس في الحروف. الفراخ هايله عشان السبايس الاحمر اللي احنا حاطينه. البرجر نفس النظام ما شاء الله عليه. عملنا كمان الحواوشي 4 اصناف، ممكن يتفرزوا وممكن ان هم تعمليهم وتسويهم على طول. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى تكون حلقتنا عجبتكم ونالت رضاكم. اللي فاتوا من اي حاجه من حلقه النهارده يقدر يتابعنا الساعه 9:30 بالليل. بكره عندنا حلقه بلدي يوكل على اصولها، حلقه تقيله قوي قوي قوي، حلقه عزومات من الاخر. اوعوا تفوتوا حلقه بكره ان شاء الله باذن الله. اسيبكم على خير واشوفكم على خير واقول لكم السلام عليكم.